إمبراطورية الروم البيزنطية. ابتدى عهد الأسرة العمورية مع تولي ميخائيل العموري، وكان أول تحد واجهه هو ثورة توماس، وقد انتهز المسلمون في الأندلس وإفريقيا الفرصة وتملكوا جزيرتي كريت وصقلية. في عهد الإمبراطور ثيو فيليوس ازداد الصدام مع الدولة العباسية، وتدخل البيزنطيون لدعم الثائر بابك الخرمي، وسار الإمبراطور بنفسه فدخل مدن زبطرة وصميصات ومالطية والحدث ومرعش، وأمعن فيها القتل والتخريب. لكن الخليفة المعتصم العباسي أخمد ثورة بابك الخرمي وهاجم البيزنطيين ودخل عمورية، ثم تم فداء الأسرى بين الدولتين. في عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث أغار البيزنطيون على دمياط في مصر وجزيرة كريت، وهاجموا مدن سميصات وآمن، وتبادل الطرفان الحملات البحرية الكبيرة. بدأ حكم الأسرة المقدونية مع تولي الإمبراطور باسيليوس الأول سنة 253 للهجرة، فازداد نفوذه في الغرب عندما لبى استغاثة روما لمواجهة حصار المسلمين للسواحل الإيطالية في بودو وكوتور ودوبرفينيك. في الوقت ذاته كانت الخلافة الإسلامية قد ضعفت في بغداد، واعترف الخليفة المعتمد العباسي باشواط الأول ملكا على إرمينيا. وكان من أهم أفعال باسيليوس هو تحديث قوانين الإمبراطورية، واستمر ذلك في عهد ابنه إليو السادس. وفي هذه الحقبة انشغل البيزنطيون في حروبهم على الجبهة الغربية. أتاح ذلك الوضع للمسلمين إعادة فتح إرمينيا، وازدادت غاراتهم البحرية، فتملكوا صقلية تماما بعد سقوط ساراكوستا، وخربوا ساحل شبه جزيرة المورا وديمترياس، ودخلوا مدينة سالونيك واصطدموا مع المسلمين في عدة مواقع بحرية، كما هاجم أسطولهم مدينة اللاذقية وخربها. لكن الكلمة الفصل كانت للأسطول الإسلامي بقيادة ليو الطرابلسي الذي اعترض الحملة وأغرق سفنها وهي في طريق العودة.